في إطار مكافحة التهريب تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتش قسم الجمارك بالنعمة بتاريخ 30/10/2018 من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع. قدرت الكمية المحجوزة من طرف الفرقة التابعة لمصالحنا ب 3490 وحدة، كما تم حجز وسيلة النقل وهي شاحنة، وهي عبارة عن شاحنة من نوع جاك وتوقف شخصين تم إحالتهما على الجهات القضائية المختصة، وقد قدرت قيمة الغرامة المستحقة الدفع أكثر من 18 مليون دينار جزائري.